ما تح... ممكن يكون سبب محمد نور بعض لاعبي الاهلي الاتحاد استسهلوا المباراه لما شافوا التشكيله وشافوا الشوط الاول تصير للاعبين ولا لا؟ بالعكس التشكيله لا يعني تشكيله الهلال لا تشكيله الهلال ما فيها يعني ما فيها شيء غياب كويلار غياب سلمان ما بغض النظر عن الغيابات حتى الاتحاد عنده غيابات بس الاتحاد بصفه اقل يعني يمكن لاعب او لاعبين من الاتحاد غابوا لكن انا اشوف الشوط الثاني صراحه الاتحاد ما اجاد في الشوط الثاني بغض النظر عن الاخطاء التحكيميه بغض النظر عن الفار نحن ما نتكلم فيها هذه في ناس مسؤولين يتكلموا فيها لكن صراحه الاتحاد يعني حتى التغييرات اللي صارت الشوط الثاني من مدرب الاتحاد ما كانت يعني ما كانت تصب في مصلحه الفريق نونو يتحمل جزء مما حدث الاتحاد صراحه امس الشوط الثاني اكيد 100% في ومن الطبيعي يا كابتن في التغييرات اللي صارت صراحه هي اللي كانت سبب من اسباب برضه وتراجع المدافعين وعدم يعني خروجهم لنصف ملعب نادي الاتحاد هذا سبب في انه الاتحاد ظهر في الشوط الثاني بهذا المستوى يعني حتى الشوط الثاني ما شفنا كانت في فرص للاتحاد هي ثلاثة وأربعة فرص مقابل ستة فرص مقابل 14 لكن الشوط الأول الاتحاد حتى ال 14 هذه اللي تقول عليها ما كانت خطيرة على الشوط الثاني فقط الشوط الثاني ما كانت خطيرة على الاتحاد يعني